على المكتبة الوسائطية عبد الصمد كفاوي الذين لا يبذلون جهدا في توفير المناخ المناسب لإعلاء قيم الحق والخير والجمال. كما لا يفوتني أن أشكر الحضور الكريم الذي تجسم عناء السفر والتنقل. قراءتي عنونتها بجمالية البعد التراجيدي في ديوان تكتبك المحن الشاعر محمد عنيبة الحمري، وهي نشرت بجريدة العالم غراء في الملحق الثقافي. لست بحاجة إلى أن أذكر المكانة الأدبية المرموقة التي يحظى بها الشاعر محمد عنيبة الحمري في المشهد الثقافي، والمنزلة الشعرية الرفيعة التي يتمتع بها لدى الكتاب والقراء على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم. الشاعر عنيبة محمد الحمري صوت شعري متفرد، اختط لنفسه مسارا مختلفا على كثير من الأصعدة باجتهاد ومثابرة، بعيدا عن الجلبة والضجيج، قريبا من الهدوء والثبات. وهذا ما جعله محط حب وتقدير ومصدر إعجاب واحترام، فكل ذلك بات واقعا معروفا وحقيقة رائجة. حسبي أن أشير في هذا الصدد دون كثير من التفصيل أن هذه الخطوة لم تكرس وتثبت في الأذهان من قبيل صناعة مزعومة أو ادعاء مأجور، وإنما نشأت بعد مخاض عسير صعب في تجربة الكتابة ومسيرة شاقة طويلة في غمار الإبداع. عانى فيها المحن الكبيرة وكابد الشدائد الكثيرة، وهذه إحدى التجارب التي عاشها الشاعر في بداية السبعينات من القرن الماضي، تلخص بعض المعاناة التي ركب هولها وقاس شدتها، حيث يحكي الشاعر في لسانه عن بعض مكنونها. كانت هموم الوظيفة شراء البقع، بات شغل جميع ودادية للسكن بقع قد تسيل لعاب الذين رأوا في بدايتها خطوة للثراء. كنت قد صغت مجموعتي الثانية، كلفة الطبع كانت تعادل سعر البقع، قيد أن حنيني للنشر كان عنيفا، فآثرت نشر نصوص الشوق للإبحار، وقد نظمت أبياتا في ذلك أذكر منها: تجشمت المصاعب واستدنت المال أقساطا، وكان الشعر مأساتي، فهم الناس كان شراؤهم بقعا، كان الهم عندي نشر أبياتي. تباينت المقاصد فانكوى بعض، وبعض عاش في أوج المسرات. أحباء برى للبيع معظمهم، فلا نسخ ولا عادت مبيعات. سأقتطف في هذا المقطع لدي. وسأعمد في ورقة هذه تناول بعض جمالية البعد التراجيدي في ديوان تكتبك المحن، الذي خيم على فضائه جو الحزن وتخللت ثناياه بعض الجروح. يعد الديوان تكتبك المحن آخر إصدار شعري للشاعر محمد عنيبة الحمري، وقد جاء في حلة أنيقة عن مطبعة أباجيد سنة 2013، يقع في 96 صفحة في حجم صغير لا يزيد عن حجم كف اليد، تحت 3 عناوين رئيسية. على امتداد الديوان تتمثل مأساة بحالات الحزن الشارخ الذي استولت على الشاعر، وهو يخوض تجربة الحياة في كل مناحيها المتشعبة. وقد تشكل الديوان من لغة تمتح معظمها من حقل الحزن والشقاء: الهائمون، الأسير، أساه، رمادا، جمرة، الكآبة، عذاب، يتيه، إلى غيرها من الكلمات التي تندرج ضمن هذا المضمار. على مستوى التصوير الفني نلمس أن الشاعر محمد عنيبة الحمري اعتمد نمطا جديدا من التصوير، لا يقوم على الصورة المحدودة، بل يعتمد الصورة المركبة التي تتناسل عبر الأسطر الشعرية.
وكمثال على ذلك نجد أن قصيدة مع الحرف تتناسل صورة معاناة الشاعر في الليل على نحو موجع اتخذت صبغة القلق الوجودي عبر صور جزئية متفاعلة تنامت حدة وشدة وزادت توترا وتأزما عبر شبكة من العلاقات ممتدة في الزمن والمكان والمتداخلة مع الكائنات والأشياء في اندماج وانصهار نذكر في هذا الصدد هذه الصورة يواصل في رحلة الخط نبض أساه فالسعير رمادا يا جمرة تنتشي بالكآبة ويسيل عذاب المداد تدونه كبد الأرض عشقا يتير استخدمت الصورة لخدمة الدلالة التي تقوم عليها القصيدة وهي التعبير عن المعاناة التي يعيشها الشاعر في لحظات عذاب الذات التي تتواصل في تفاقم لافت وتتوالى في استفحال المثير كهذه الصورة الشعرية التي ارتقى بواسطتها إلى مدارج أفق واسع وسمى من خلالها إلى عوالم رحمة حين تسبح في جسدي حرقي أتفيأ ظل الكآبة حبرا يفيض على ورقي وأسبح كأي وأسيح كأي مسيح تكلله ومضة قد تكون نهايتها في عشاء ترتدي حرقة الدوبان ففعل الكتاب عند الشاعر فعل يمارسه تحت ظل شجرة الكآبة بانشاء يكون بوهيميا يستعجب التسكع والتيه في فلوات الليل ويستطيب حياة العبث والضياع في مفاوز الضلال عبث فيه نفحة من فلسفة خاصة لدى الشاعر ولسعة من تأمل تلمسها من هذه الصور البيانية التي تقود بلب القارئ وتبحر به في عوالم جديدة مليئة بالخيالات ومثقلة بالرموز ومفعمة بالإيماءات المعاناة ضغطت على الشاعر وتقلت عليه بشدة ولما تمطت بصلبها وأردفت أعجازا وناءت بكلكل على خلاف الشاعر امرئ القيس تماما في تجربته مع الليل الذي طال أمده خاطب الشاعر عنيبة حملي ذاته بسعة آمرة موجعة للإنجاز فاقتنص حلكة قبل أن تحتويك سناه تمضع الهمة تمتص أصدافه تحتمي بالوسن صهوة العمر مركبة للخراب فانتعش قبل أن يعتريك العطر من ناحية البنية الإيقاعية نجد أن الشاعر اختار على مستوى الإيقاع الخارجي لقصيدته بحر متقارب اختار له أكثر من دلالة لأن وزنه خفيف وهو من البحور الصافية لأن موسيقاه مناسبة للهموم التي ألمت بالشاعر وموافقة لحالات الحزن التي يعيشها الشاعر وهو يتوه بشراعه في لجج الحياة باحثاً عن ضوء يسامر رحلة السفر ويشاركه مغامرة سيء جديد وتعيش حياة البحار بين مد وجزر كالمحار كلما غمرته المياه يحتفي بالقمر فاتحا صدفه وإذا انسحب أغلق الباب ثم الصدارة ساحبا معطفه باحثا عن مكان جديد هذه بعض جمالية بعد التراجيدي التي زخر بها النص حاولنا أن نقف عندها ونبرز أبعادها الدلالية وجوانبها الفنية وجواهرها الإبداعية تاركين للقارئ وأنا منهم مجال التواصل